احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخريج الدورة رقم 10 لمهندسي الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي تم عقدها على مدار ستة أشهر. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة لتأهيل الشباب المصري. في إطار حرص القوات المسلحة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة لتأهيل الشباب المصري وتعظيم قدراتهم وفقا لتخصصاتهم المختلفة بكافة المجالات. وذلك بالتعاون مع مختلف وزارات وهيئات الدولة المصرية احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخرج الدورة رقم عشرة لمهندسي الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالإضافة إلى الدورة رقم واحد لمهندسي الهيئة القومية للأنفاق والدورة رقم واحد لمهندسي الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية التي استمرت لمدة ستة أشهر بالكلية الحربية بالتنسيق مع وزاره النقل بدا الحفل بمناقشه بحث الدوره الذي برز خلاله مدى التطور العلمي الذي وصل اليه المتدربين كما تم استعراض الموقف التدريبي الذي تضمن شرحا مفصلا لبرنامج الدورات والقى اقدم الدارسين كلمه قدم خلالها الشكر للقائمين على تنظيم مثل تلك الدورات التي شكلت لهم وعي ومعرفه جديده على اسس وطنيه وعلميه سليمه قبل بدء حياتهم العمليه لخدمه الوطن. تلا ذلك اعلان نتيجه الدوره. والقى الفريق كامل الوزير وزير النقل كلمه وجه خلالها الشكر للقياده العامه للقوات المسلحه ولكافه اجهزتها على دعمها المستمر واسهامها في تدريب وتاهيل خريج وزاره النقل وفقا لرؤيه الدوله المصريه من خلال اعداد كوادر تعمل وفقا لاعلى درجات الانضباط الذاتي ومؤهله بالعلوم الحديثه. للعمل في مختلف القطاعات. فيما ألقى الفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحديث وتطوير منظومة الإعداد والتأهيل بشكل مستمر بما يعود بالنفع على الدارسين خلال مدة دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية. وفي ختام الحفل تم تبادل الدروع وتكريم أوائل الدورات تقديرا لتميزهم في أداء المهام المكلفين بها خلال مدة الدورة. حضر الحفل اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقي مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من مسؤولي وزارة النقل.